بعد أحبه مهما أشوف منه، هنلاقي أغنية لست أدري. لست أدري من تأليف الشاعر شاعر المهجر الكبير الأستاذ إيليا أبو ماضي. ولست أدري أنا كنت أعرفها قبل ما أقرر إني أحطها في الفيلم، يعني عشتها عرفتها حبيتها من ديوان الطلاسم اللي لإيليا أبو ماضي. فلما قررت إني ألحنها وأغنيها في الفيلم صادفتني عقبة نفسية، يعني ما هيش فنية، نفسية. عقبة كلمة هو بيقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. ده الكلام بيقول كده. أنا قدامي دي ما عرفش ليه ما هضمتهاش. يمكن العادة اللي عندنا أما بنتكلم مع بعض بنقول قدامي وقدامك ومش عارف إيه، خلتني أحس بإنها كلمة يعني كده بتتقال في كل مناسبة ما هيش هي يعني. فحاولت إني أقولها بهذا الشكل، ما قدرتش أبدا. فقلت: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت. وأنا أعترف بأن أمامي مكسورة تكسر، لكن أنا بكل أسف لحنتها وسجلتها كده. يعني بدي أقول أنه بتصادف في الكثير من الأحيان، بيصادف الملحن كده كلام لو ما كانش يقعد مع المؤلف، ولو ما كانش هما الاثنين واحد واللحن والكلام متفاهمين ومتصادقين، وأي واحد منهم يخش في التاني، لو ما كانش كده ما يبقاش فن. يعني الفن لازم يكون فيه تداخل بين اللي بيعمل الكلمة واللي بيعمل اللحن واللي بيأدي، لازم كل دول يكونوا حاجة واحدة بتطلع فن. أبصرت أمامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. شيئا من حياتي الماضية، أنا لا أعلم شيئا من حياتي الآتية، أنا ألا أذكر شيئا من حياتي الماضية، أنا لا أعلم شيئا من حياتي الآتية. لي ذات غير أني لست أدري ما
فمتى تعرف ذاتي كنها ذاتي لست أدري. أين ضحكي وبكائي وأنا طفل صغير؟ أين جهلي ومراحي وأنا غض غرير؟ أين أحلامي وكانت كيف ما سرت تسير؟ كلها ضاعت ولكن كيف ضاعت لست أدري لست أدري.